الحمد لله يا شباب، قدرنا نحدث من اندرويد 12 الى اندرويد 13. طبعا ايش اللي فرق؟ مبدئيا الايقونات صارت مور شارب وفي تحسينات على النظام. ما راح يفرق عن 12 بس يفرق في الايقونات، تشوفها تفرق. وراح تشوف حاجات في الاعدادات تزيد، تحسين في النظام بشكل عام. فالله يعطيكم العافيه. اللي عنده اندرويد 12 ويبغى يحدث 13، انا موجود في خدمتكم. معاكم سامر البقشي، رقم جوالي 050-690-8466. لا تنسون الاشتراك في القناة وعطونا لايك ونشر المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وراح نعطيكم هدية أيضا، بنركب لكم دراما لايف مفتوح. الله يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.